اليوم انطلقت بطولة الشطرنج بمشاركة 16 لاعب من جميع مناطق محافظة إدلب، منهم من إدلب المديني ومنهم من خان شيخون وبلدات أريحة والصوامع وغيرها، بالإضافة إلى وجود بعض المهجرين قسريا من ريف دمشق وحمص. تم استدعاء لبطولة شطرنج وشاركنا بهالبطولة، والحمد لله فزت بالجولة الأولى والثانية وإن شاء الله بنفوز بباقي الجولات. الحمد لله كان كتير جيد، ويعني في منافسة قوي بين اللاعبين، والله يجزيه الخير جميع القائمين على هذا الأمل.